قصة عيلة برمامت عيلتي زي قصة كل عيل الشركس اللي اجوا على الأردن بعد حرب 200 سنة مع الروس والمؤامرة اللي صارت بين قيصر روسيا وسلطان تركيا والهجرة القسرية الجماعية لثلاث ملايين شركسي شيشاني داغستاني طلعوا من بلادهم واجوا على البلاد اجوا على الإمبراطورية العثمانية طبعا والعثمانيين وطنوا الشراكس في الأماكن الضعيفة عندهم في يوغوسلافيا وسوريا والأردن فكان نحن نصيب عائلتنا أنه اجينا هون على الأردن مشي من القفقاس للأردن وعائلتنا اجوا شوي متأخرين بحدود 1885 فكانت الأراضي توزعت اللي كانوا العثمانيين بدهم وزعوها على الشراكس فهنا الشراكس بتقنوش اشي غير اما يكونوا عسكر حربجية او مزارعين فلاحين فلما اجوا على قرية عمان وكانت قرية بيولي شركسية استوطنوا بيتنا كان اللي هلا معروف بعصفورك وسط البلد هذا كان آخر بيت في عمان اللي ولد فيه أبوي بعدين رحلوا لكازيد وفد دجاني بشارع وادي سير أو الأمير محمد الناس قالوا لهم يا مجانين وين رحتوا بالخلا It was out of town ولدرجة أنه أبوي شاف ضبع بيأكل فخدة راعي قدام بيتهم والشارع بالشتاء يكون نهر جارتنا وقعت في النهر وغرقت وعم أبوي نط في النهر وأنقذها لهالدرجة كان الوضع بسيط وكقرية حتى طبعا عمان تحولت لعاصمة والناس اجت وتوسعت فالشركس تحول الانفايرومنت أو البيئة تبعتهم من بيئة شركسية خالصة لا ضاعوا في المدينة الكبيرة فهاي المشكلة الكبيرة للمجتمع الشركسي عندنا في الأردن قضية الهوية نحن مين وين رايحين وشو مستقبلنا أول ما إجوا شركس الشاب سوغ على عمان في عام 1878 حطوا في هذه المنطقة عمان كانت مهجورة فما كان في إمكانية إلا إنهم يعيشوا في المغر وفي نفس المنطقة هون في المدرج لما إجينا هون لما إجوا جدادنا هون بعد خروج الشركس من شركسيا بعد انتهاء الحرب الروسية الشركسية واتجهوا باتجاه الإمبراطورية العثمانية كثير منهم راحوا لأوروبا الشرقية ناس راحوا لنفس تركيا وفي مجموعات صغيرة أخذوها للأردن وسوريا وفلسطين والعراق وبعضهم في لبنان كان الهدف الرئيسي لأخذهم لهذه المناطق المعتبرة نائية بالنسبة للإمبراطورية العثمانية هي أنه كانوا بدهم يحافظوا على قوافل الحجاج اللي كانت تروح للأراضي المقدسة وبعد هيك كان الشركس لهم دور في بناء والحفاظ على خط الحديد الحجازي لما اجى المرحوم الملك عبد الله الاول من الحجاز بعد الثوره العربيه الكبرى واجى تاسس المملكه الاردنيه الهاشميه فهالشركس هذولا تحمسوا وتشجعوا وراحوا استقبلوه مشايخ الشركس وجهائها طلعوا على يستقبلوا المرحوم الملك عبد الله ومش عارفين يعبروا بعربياتهم المكسرة عن سعادتهم
في استقبال هذا الهاشمي حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفطلعين عليه، ولما قابلوه هيك الحكيم تبعهم وقف قدامه، بالنسبة له يعني مش عارف بدي يعبر عن فرحته. شبابيك البيت تبعي كلياته الديزاين والتصميم تبعه عبارة عن العلم الشركسي، صممته أنا، وباستمرار بعمل له صيانة وتنظيف ودهان لهاي الشبابيك لأنه بتمثل العلم الجمهورية تبع جمهورية الأديغة، فباستمرار لازم نحافظ عليه. وهذا البيت كمان عملته وحولته الطابق الفوقاني كاملة عبارة عن ميوزيوم، متحف للتراث وللتاريخ الشركسي. أنا عم بجمع هذا الأرشيف من أكثر من 30 سنة، وأنا أدمنت على هذا العمل، أرشفت التاريخ الشركس من مختلف اللغات بمختلف هذا عملي، وهذا أنا يعني أنا حابه هذا العمل لأني أنا بلاقي فيه متعة، كل ما يتعلق بتاريخ الشركس بأماكن تواجدهم بمختلف اللغات، بالعربي بالإنجليزي بالتركي بالروسي بالشركسي. القصة طبعا اللي تناقلناها عن أجدادنا إنه لما هاجروا وتركوا القفقاس ووصلوا بعد عناء للوطن العربي، أول ما وصلوا الشركس وصلوا عن طريق فلسطين، فأوتوماتيكيا شرحوا عن كنادرهم باعتبار إنها أراضي مقدسة وبصير يدوسوها بكنادرهم. وبعدين شيخ القافلة ما كان يجوا قوافل سمع الأطفال بيبكوا، فراح الأمهات قال لهم ليش أولادكم بيبكوا؟ قالوا له بدهم يروح عتواليت. طب قال طب شو المشكلة؟ قال كيف نخليهم يفرفروا على الأراضي المقدسة؟ يعني بالنسبة لهم كان إشي هذا مقدس، يعني ركعوا وباسوا الأرض إنه هم وصلوا للأراضي المقدسة. فالشيخ قال لهم يا جماعة ولا يهمكم، خليهم يفرفروا على راحتهم، والحمد لله وصلنا بالسلامة. هذا إنسان عظيم كان مصطفى حسن تشركس، هو من شراكسة سوريا، اجى على الأردن وصار متعهد وبنى القصور الملكية، وبعدين قرر انه كل ما ملك في هالدنيا يحطها في هالجامع. وحتى رحمة الله عليه بتذكر كيف يجي أيس القبر، يجي عند خالة أبوي أم درويش، كانت خالة أبوي، ويقولها يا مدرويش اليوم ما ارتحتش من ورا راسي، تبهدله انه شو هالسيرة التعبانة. ويوم يجي يحكي لها يا مدرويش تحت ظهري ما ارتحت شوي، تبهدله. يوم اجى قال لها يا مدرويش الحمد لله ارتحت في القبر، بهدلته شوي. بعدين غدت وكانت شاطرة بالطبخ، قعد بعد الغداء يقرأ الجريدة وغفي ونام وتوفى. المشكلة بالقضية الشركسية انه العالم كله ما بيعرف عنها، حتى اخواننا في المنطقة الشرق الاوسط بالاردن في كثير ناس ما بيعرف شو يعني قضية شركسية. كل العالم تعرف عن القضية الفلسطينية مثلا، الفلسطيني بيطالبوا بحق عودة، في عندهم قضية انترناشنال كل العالم بيعرفوا عنها، نحن ما حدا بيعرف بقضيتنا بتاتا
انه نحن 90% منا مهاجرين، نحن بنعيش ب 52 دوله في العالم، فيعني عددنا 6 مليون كلنا مهاجرين برا، وعندنا ارض اخذت منا ولسه ما رجعت، فما حدا بيعرف عنا ولا شيء. قد ما بنقدر انه نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا عشان عمرنا ما ننسى حالنا، عشان اذا يوم من الايام صح لنا انه نكون انترناشونال كيس او صارت الموضوع قضيه دوليه عالميه، نكون نحن عارفين حالنا ومحافظين على وجودنا نقدر نرجع يوم من الايام. بالنسبة لعائلتي يعني انه غير شركسي لا تفكري انك تتزوجي، يعني ان كان الشباب ولا البنات، وهذا اللي كان يخليني استنى لحتى يجيني فارس الاحلام الشركسي. واكيد بالشاب اكيد في شركسي، بس نصيب اكيد فوق اي اعتبار يعني، بس انه شركسي بالمرتبة الاولى لازم يكون شركسي. وبتمنى كمان انه اولادي ما يفكروا غير هالتفكير هذا. ونفس الشيء يعني انا رايي بموضوع الزواج، يعني القضيه صحيح ممكن الناس ياخذها بمأخذ عنصري، اهل الشام بحب يتجوز من اهل الشام، في ناس الكركيه بين بعض بحب يتزوجوا السلطي، كل عشيره كل عائله ولا. نفس الشيء هذا لا يعتبر، اذا الشركس بين بعض يتزوجوا وحاول ياخذ زواج بكره هذا كمان بورث لابنائه كمان اللغه، بحافظ على هاللغه بحافظ على التراث، فهذا شيء مهم جدا انه الاستمراريه هاي ما يتفتت وتتفتت هالشتات هالعائلات الشركسيه. لانه انا كشركسيه مثلا اذا كنت اخذه غير ملتي ما بقدر اعلمه هالشغلات اللي انا تعلمتها، العادات التقاليد اللغه ما بقدر يعني بشكل مبالغ، لانه انا فرد قدام مجتمع كامل مو شركسي. في إشي منهم لسه شوي محافظ، عنده مأخرين البروسيس الدوبان، بس البروسيس جاي مش راح يقدروا يوقفوا، ما حدا بيقدر يوقفه. شوف شراكس مصر حكموا 300-400 سنة، وهلأ بيحكي واحد بيعرف انه اصوله شركسيه، بس ايش بيعرف عن هالشركسيه هاي؟ اتس جاست ميموري، جينات في دمه. فانت قديش ممكن تحافظي، لكن ايفينشولي لازم كنا ندرك هذا هو المستقبل، الا كان اللهم الناس رجعت للقفقاس وعاشت في هذه البيئه اللي اذا بدهم هم يحافظوا عليها زي ما هي عندهم الخيار العوده. هذه هي الكلمة اللي نستخدمها حتى نعرف عن حالنا. ساس أديها، أديها بزا اللغة الشركسية. دينا سيما خادم جلا خاساش. ليزا ناشا جلا خيساش. خادر ينشتخش. هلأ في دراسة قامت قبل أكم من سنة تحكي إنه فقط 17% من أطفال الشركس بتعلموا اللغة الشركسية. أوكي. وهذا بيعني إنه أغلبية أطفال الشركس ما عندهم اتصال مع اللغة الشركسية. يعني شخص مثلي بده يبذل جهد هائل حتى إنه يعطي أولاده شوية ثقافة وفولكلور شركسي، يعني عم بجدف عكس التيار. يا ستي بجيناتي ما اختلف ولا اشي، ايام اديقة وراح اعيش اديقة واموت اديقة. والشعب اللي ما بيفتخر بنفسه وما بيعمل شعر لنفسه وما بيعمل تخليد للناس تبعونه، سواء كانوا فقراء ولا اغنياء ولا فرسان ولا كتاب ولا whatever، حضرته ناقصة. وتقاليدنا بيقتلوا إشي اسمه عاطفة. الشركس ممنوع يكون عنده عاطفة. حسب عاداتنا العاطفة هي إشي مكروه، لأنهم حربجية رايحين على الموت أي لحظة، بيقدروش يكون عندهم عاطفة، فبقدوا هالعاطفة بالتربية. تربيتنا تربية مركزة إنه يشيلوا العاطفة من قلب الأب والابن. فيش بيناتهم كونتاكت، فيش بيناتهم عبط،
فيش بيناتهم أب يبوس ابنه. هذا أمي كانت لما بدها تشتاق تعبطنا تبوسنا تدخل على الغرفة تسكر الباب تعبطنا. لهالدرجة كان الوضع شركسي. ولهالدرجة الوضع تغير. يعني أنا ابني بشمشم فيه، بعبط فيه، ببوس فيه، بحط محبتي إله زي ما أنا بشوف إنه لازم تكون. وشو بشتاق؟ شو بشتاق لأبوي؟ إنه هالإنسان هذا اللي ما صح ليش أعبطه؟ صعب صعب يعني. هل هالدمعة هاي غالية؟ هاي الدمعة بتنزلش بالهين. لكن هيك نحن متغير قاعدين، نحن منروح من حالة لحالة، نحن منتطور قاعدين في هالحياة. أنا أردني شركسي، قدري إنه يكون في عندي شقيقين توأم، أردن وقفقاسيا، انولدوا من رحم القدر تبعي. ما اقدرش اقول الاردن او قفقاسيا. This is a very difficult question. الاردن وقفقاسيا مع بعض together. الاردن اعطانا، مش معقول ننسى. الاردن مثل ما بقول اعظام اجدودنا موجوده في الارض تبعه. اوكي، انا بالنسبه لي حاب اعظامي انا تكون في جبر في قفقاسيا، هذا حلمي. في 98 صاحب السمو الملك الامير علي حكى لنا انه يلا بدنا نروح على القفقاس بالخيل، فكانت مفاجاه لنا يعني. شفنا يلا نروح على الخيل وكيف بدنا نركب وكيف بدنا يعني، اكيد هيز جوكينج يعني، وكيف بده يوافقوا؟ معقول يعني الملك حسين شو بده يحكي؟ بعدين حكى ام سيريس يعني هذا الموضوع اكيد 100% انه سيدنا حكى ليش لا نطلع تتدربوا تركبوا خيل. دربنا سنتين قبل ما قدرنا نجهز حالنا لانه الرحله اخذتنا 45 يوم. ركبنا وطلعنا من هون ورقنا كل سوريا وبعدين تركيا. بالنسبه لنا كثير مهم انه نحن شركه من الاردن عندنا الحريه هون نسوي كل شيء بدنا اياه، ورايحين لتلك المنطقه هم ممنوع عليهم يسووا هالشغلات وبدنا نساعدهم. نحن عاملين علم عنهم وفخورين وهم ورانا يعني، كانوا بالالاف يمشوا ورانا بكل يوم ويوم بالالاف معانا بالسيارات، اللي بيطلع بالخيل اللي بيطلع بسيارات ويطلع بدراجه يلحقونا وين ما نروح. كل شركسي بتسال يعني هالارض اللي طلع منها قبل 140 150 سنه بده يرجع لها؟ بقدر يرجع لها؟ ففي عنا دائما هذا التساؤل موجود. ناس مع مطالبين دائما انه لازم نرجع، وناس بيحكي لك لا نحن خلاص صرنا متعودين على المناطق اللي عشنا فيها وصرنا من اهل البلد اللي عشنا فيها، فمش راح نقدر نرجع او ما راح نقدر نعيش مع سيستم جديد. انا بحب ارجع للقوقاز لما تكون القوقاز تحت الاراده، أو الجزء اللي بتعلق بشركس تحت الإرادة الشركسية، بما معناه أنه أنا بدعو من الناس اللي بدعو لاستقلال شركسيا، ثقافتنا، حضارتنا، لغتنا، الفولكلور تبعنا. ما ممكن يكون إلهم حياة طويلة الأمد بدون ما يكون في استقلال شركسي. الروس لا يعني حقيقة واقعة، الروس بدهم القفقاس، بدهم الأراضي. في هذيك الأيام أيام الإمبراطوريات احتلوا أراضينا، بس حطوا علينا شرط للشركس، شركس الغربيين أنا اللي عم بحكي عنهم، قالوا لهم لازم تنزلوا من الجبال لأنه ما بنقدرش نعمل كنترول عليكم في الجبال، وفعلا صعب. أعطوهم أراضي في السهول، تفضلوا اسكنوا في السهول. بس قبل ما يصير الحكي هذا
كان في شيء اسمه مبشرين عثمانيين دين الإسلامي، كانوا يبشروا بين الشركس أنهم يهاجروا للبلاد الإسلامية. كان بدها محاربين، بدها جنود لجيوشها، كان عندها حروب كثير في البلقان وفي أمكنة كثير في هذاك الوقت، وبدها الشركس معروفين أنهم محاربين، وبدها الروس بدهم الأرض. فصار اتفاقية بين روسيا والدولة العثمانية بالتهجير إذا أمكن، بس الروس ما خلعونا من بيوتنا وسفرونا. بعدين الحقيقة الثانية اللي لا تذكر، المهاجرين الشركس ما هاجروا بسفن روسية، الدولة العثمانية بعثت مئات البواخر، بواخر قديمة جدا، وهجرت الشركس، وكثير منهم هذه المأساة الكبيرة عند الشركس، كثير منهم ماتوا في البحر، في البحر الأسود. انت بدك تكون مع نفسك، مع روحك، مع بيئتك سعيد وفي حالة سلام وفي حالة تصالح مع النفس ومع المجتمع ومع الوطن. هالحالة هاي كتير مهمة نصلها كلنا، مين ما كان يكون، مين ما كانت خلفيته، مين ما كان هو. وهالحالة ما اجت بالسهولة، لأنه في عقبات، في عقبات عشائرية، في عقبات عائلية، في عقبات دينية، في عقبات من كل الاتجاهات. بس أنت كيف بدك تتعامل مع هذه العقبات وتتخطاها؟ هون تيجي أهمية اكتشاف الهوية الذاتية، هويتك أنت مين؟ أنت في هالعالم مين أنت؟ أنت كعلي برمامت ذو الأصول الشركسية، طب أنت هلأ أنت مين؟ هل أنت الشركس القفقاسي المحارب على صهوة جوادك وحامل سيف الحرب طول عمرك، ولا أنت بتركب سيارة ساب وقاعد بالهيئة الملكية الأردنية وبتدرس عمارة وفنون بالجامعة وجزء من هالمجتمع هذا؟ طب هالنقلة التاريخية والنوعية والاجتماعية وكلها غصبة عنك، أنت بدك تتطور وتتحول وتصير إنسان مختلف. فهنا أنا توصلت لحالة السلام مع وضعي كما هو الآن. أنا الحمد لله وطني هون، مرتاح فيه وبحبه.